فطوى الله لهم كل الصعاب، عزموا السير إلى الله بجد. لقد لقيت من سفري هذا نصبا، يا للعناء ويا للتعب والشقاء. مفاوز تلك التي قطعتها، ومسغبة تلو مسغبة، سفر طويل وشقي، وما أشقاني بهذا السفر. ما شاء الله، ما هذا البستان الجميل، النخيل والأشجار والزرع والثمار. لا قوة إلا بالله، الحمد لله. يبدو أني بلغت سوق الموسم، يبدو أني وصلت ووجدت ضالتي. ما شاء الله، مكان جميل، ما شاء الله تبارك. يا أخ الإسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام. هل لي بشيء من وقتك؟ أهلا أهلا وسهلا وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا أبحث عن ديوانية غيم، قيل أنها في سوق الموسم وقيل أنها في هذه الجهة، فهل أنا على جادة الطريق؟ إيش هذا؟ إيش جوها؟ ما شاء الله تبارك الله، إيش هذا؟ إيش هذا كلام؟ لكن كلام عربي أصلا أنا أفهم أنت. أنا أحدثك بالعربية، فبأي لغة تتحدث أنت؟ إيش هذا؟ أنت إيش يبغوا؟ إيش أنت يجي هنا؟ أنا أريد سوق الموسم، أنا أريد ديوانية غيم، هل تفهم ما أقول لك؟ ما بي معلومة أنا، أنت إيش كلام؟ أنا هنا أسوي سوق، بعدين هذا هنا ما بي سوق، يعني هنا قدام سوق، أنا هنا سوق، هذا حق كفيل، أنت معلوم كفيل أنا؟ أنا لا أعرف ما تقول أساساً، من أي جنس أتيت؟ أوه ما بي مشكلة، أنا كلام، أنا إيجي من إندونيسيا، إيجي هنا. ماذا تقول أنت؟ أنت على دسامة، اسبوري شوية شوية يا جوها، أنا ممكن أنت كلام كفيل أنا، عشان أنا أبقى أسوي عمرة، دهي رمضان، أنا إيجي هنا ما بيسوي عمرة. دعني وشأني، دعني وشأني، أنت لا جدوى منك، لا تتحدث العربية، عجباً لهؤلاء. العلي الآدي، مش هذا مجنون جوها. من أين أتى هذا؟ أهو عربي أم أعجمي؟ لا، ليس عربيا، هذا أعجمي. عجبا لهم. يا وجود أي وجود من طاح هيب الهيا كسر. السلام عليكم يا أخ العرب. وعليكم السلام. كيف حالك؟ وش هتلعبز أنت؟ وش عليك أنت؟ هذا جلبابي يا أخ العرب. جلباب؟ كما أن عليك جلبابا ممزقا، لكن هذا من السوق جديد. يا ابن أنت من الجاي أنت؟ أنا أتيتك من بلدان العربي جمعة. وش أنت، تونسي ولا جزائري ولا وجد؟ أنا من كل بلاد العرب. وين عيالي يشوفونك؟ الآن وينهم؟ أريد أن أسألك يا أخ العرب. إيه؟ سمعنا عن سوق الموسم، فهل هو في هذا الاتجاه؟ وينك وين الوسم؟ الوسم يبيله 60 يوم. لا أتحدث عن الوسم، أنا أعرف الوسم وأعرف الغيم، ولكن السوق أين؟ سنك على البتشاني. أين هو سوق الموسم؟ هل ألا تسمعني؟ أنت منين جاي أنت؟ أتيتك من بلاد العرب، ولكن أفيدني، ما جدوى من هذه الضحكات؟ شكلك جاي من مستشفى شهار. ماذا يقول هذا؟ دق الله دق الله، ولا اغرب عن وجهي. انت كصاحبك الاول، من اين اتى هؤلاء؟ لا لغه، الاول اعجمي والثاني خلط العربيه بالاخرى. عجبا لهم، عجبا لهم، هل لم يفهموا ما اقول؟ يا خالق خلقي اكمل، يا مسلم حق بكتابه، يا ربي يا ربي يا رحمن، انت الذي يا ذا العمامه، يا ذا العمامة. السلام عليكم يا أخ العرب. مرحبا. هل لي بشيء من وقتك الثمين؟ ثمين ولا لحي؟ كرما منك. يا كيف مرحبا. حالك؟ الحمد لله. أنت يبدو عليك دم العروبة والعمامة تلك خير شاهد. التقيت باثنين هناك، الأول أعجمي والآخر خلط العربية بالأخرى. أنا لا أفهم ما يقولون، أريد أن أسألك عن ديوانية غيم، قيل أنها في هذا الطريق، فهل أنا على جادة الطريق؟ أنت شكلك مندوب باسكن روبنز، إيش هذه الألوان اللي قاعد لابسه؟ هذا
أين جئت أنت؟ أنا مصرح. أنت لست بعربي، خبحك الله. لا لا أسمع. دعني وشأني، دعني وشأني، دعلك وشأني وقل لحم ضيادك روح لك. يا الله من أين أتوا هؤلاء؟ تعال خليني أحدد شنبك. من أين أتوا هؤلاء؟ ضاعت العروبة، من أين أتوا هؤلاء؟ تبا لهم وللغتهم التي يتحدثون بها. يا أهل سوق الموسم، أسكت، في ناس نايمين يا مجنون. يا أهل سوق الموسم، يا مجنون يا مجنون، يا فريق غيم، يا مجنون يا مجنون، يا أنت مجنون، اذهب واغرب عن وجهي. أنت أسرح لك، روح لك. يا أهل سوق الموسم، السلام عليكم يا عبد الضاد. أهلا وسهلا بمن عرفني وعرفته. أهلا بك يا عبد الضاد، هل أنت من أهل الموسم؟ نعم نعم. أهلا وسهلا، أهلاً، كيف حالك؟ بخير. لعلك